السيدات والسادة، أسعد الله مساءكم بكل خير. إزيكم أخوانا؟ من شرفكم بخير، منورنا. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد متواضع على بيجنر المتواضع. النهاردة يا جدعان معانا لاعب عنيف من لعيبة ليج أوف ليجندز، معانا نيو فولدر. يا أهلا وسهلا بك يا عم نيو فولدر. يا أهلا، أهلا بيك يا جوست. إحنا سمعنا إن في بطولة عنيفة يا شباب اسمها بطولة كأس العرب من شركة إنتل، إنتل كأس العرب. البطولة ديت مشارك فيها تيمات قوية جدا. يعني النهاردة عم نيو فولدر هيعرفنا شوية على اللعبة وبتاع، فيعني عرفنا بنفسك يا عم نيو فولدر. انا يا سيدي محمد صلاح، معروف بنيو فولدر، بلعب تقريبا ليج اوف ليجند من زمان جدا يعني. فشوف اللي انت محتاجه، يعني شوف اي حاجه انت عايزها في اللعبه انا هشرحها لك دلوقتي. يعني يعني النهارده يا شباب يعني هنعمل كده جيمات عالميه باذن الله. بس الاول يعني انت ايه رايك في المسابقه ديت يعني فولدر؟ انا بصراحه متحمس جدا للبطوله دي، لان فيها فرق عربيه كتير جدا داخله فيها على اعلى مستوى بصراحه، خصوصا التيمات المصريه. يعني الواحد مبسوط قوي يعني ان في شركه زي انتل مهتمه بالحاجه زي كده في الوطن العربي. الواحد بيحب يشوف في اي سبورتس اصلا موجوده في الوطن العربي عموما. خلاص احنا النهارده هنخش كده جيم عشان برضو ايه نعرف اللعبه ماشيه ازاي، وبرضو واحنا بنتفرج نبقى فاهمين احنا بنتفرج على ايه. تمام، يعني النهارده كده هنخش ندعس في لعبه ليج اوف ليجند يا معود، توكلنا تمام. على الله. يلا بينا. يعني بص بقول لك ايه يا عم نيو فولدر، انت تقول لنا بقى كده ايه نختار ايه ونعمل ايه، لان انا مش فاهم اي حاجه خالص طب باللعبه دي. احنا انت بص هتعرفنا دلوقتي. احنا دلوقتي في الشامبيون سيلكت، التيم بيبقى فيه 5 ضد 5 اصلا، في عندك 3 لينز، فانت بتختار اللين اللي انت عايز تلعب فيه وبتختار اللي تشامبيون على اساسه. ايه هي ايه الحاجات اللي تحت ديت؟ وبرضه بص اديني شخصيه كده سهله نختارها. تمام، ليون ده الواد ده شكله عسل. ليونا. والحاجات اللي تحت ايه دي بقى؟ دي الروينز يا سيدي. الروينز دي انت بتظبطها على اساس انت داخل تلعب بايه، فبحاجات بتديك قوه اضافيه في الجيم ايا كان اللي تشامبيون اللي انت بتلعب بيه او اللي انت عايز تلعب بيه، تخلي اللي تشامبيون اقوى من العادي. حلو، انت معانا بقى في الموضوع ده. وبعدين ليونا دي طلعت قمر يا ولاد، توكلنا على الله. في هنا انا داخل بجوست وهيل وايه الحاجات ديت؟ دي اسمها سامونر سبيلز. سامونر سبيلز دي بتبقى ابيليتي زياده عن الاربعه ابيليتي بتوع التشامبيون نفسه اللي انت بتلعب بيه، بس دي بتبقى الكول داون بتاعها طويل وبيقدر اي حد يقدر ياخدها في الجيم. تعالى انا وانت نطلع فوق، تعالى فوق فوق. ايه ما احنا عايزين فوق. خط وسط. ما خلاص بقى، في واحد سبقنا في خط الوسط خده خلاص. عشان نكسب الجيم لازم نروح ندمر المبنى الرئيسي بتاع اللي ضدنا، وده اسمه النكسس. بص كده، روح في تمام. الاخر خالص فوق على اليمين خالص هتلاقي فيه النكسس هناك. ايوه اديك وصلت. ايه ده؟ والله هي دي والله النكسس. وصلت. لما لا المبنى احنا ده النهارده بيتدمر احنا بنكسب، ولو المبنى بتاعنا احنا اتدمر اللي تحت هما بيكسبوا. والحاجات الصغيره ديت، الحاجات الصغيره دي بتعمل دول ايه؟ المينيونز، دول المينيونز لما انت بتقتلهم بتاخد فلوس. الفلوس دي طب حلو بتقدر قوي. تستخدمها ان انت تشتري ايتمز. بص انت بتستخدم الابيليتيز بالكيو والدبليو والاي والار. عاش عاش قوي. تمام، كمان فانت عاش كده دوس قوي. كيو، دوس كيو هتلاقي بقى الدرع اللي معاك نور. يا الله موتى، الله. لا لا حاسب لا لا حاسب لا لا، التطور، اجري من التطور. اشرب يا لا ابا. لا ما تموتش هربت. دلوقتي. بص انت بما ان هيلثك بقى قليل تقدر ترجع البيز عشان تملى هيلث تاني، وتقدر طب تستخدم بقول لك الفلوس اللي معاك عشان تشتريها. فانت ممكن ترجع البيزا بان انت تدوس حرف البي، تقعد 8 ثواني فبترجع تمام، الفاونتين. عشان ومعايا فلوس عدينا كتير على ال10 فكره. ده احنا ممكن نروح خلاص. يلا نرجع. نشتري الشوب كله. خد بالك انا يعني انا بس عايز اسالك سؤال، يعني انت ايه اكتر شخصيه بتحبها في اللعبه هنا؟ اكتر شخصيه بحبها اش، تشامبيون اسمه اش. اش دي تعتبر اي دي كاري. الاي دي كاري ده اللي هو بيبقى اكتر واحد معاه دامج في التيم، فده ده المين رول بتاعي. المهم انت قلت لي بالك قد ايه بقى بتلعب اللعبه ديت؟ بلعبها بقالي 7 سنين تقريبا او اكتر من 7 سنين. ده ايه اللي مخليك تلعب اللعبه الوقت ده كله؟ يعني ايه المميز في اللعبه؟ بص هو انا شخص بطبيعتي اصلا بحب الالعاب الاستراتيجي والحاجات دي، بتحتاج تفكير كتير عشان اطلع باحسن نتيجه في الجيم. ببقى محتاج ان انا افكر بشكل مختلف عن العادي، ما بقاش ماشي تلقائي كده. في مودات في اللعبه دي غير المود اللي احنا بنلعبه، ولا هو المود ده بس؟ في ارام. الارام دي اللي هي بيبقى كله بيبك عشوائي، والراندوم اول ميد، كله بيلعب في لين واحد، ما بيبقاش فيه بقى فوق وتحت وفي النص، كله في النص بس. فالمود ده بيبقى اكتر ان هو يبقى فن، بس بيبقى حاجه حلوه جدا لو انت عايز كمان تتعلم الشامبيون ولا حاجه لسه جديد في اللعبه تخش تجرب. يعني تخش تجرب. وفي كمان غير الارام اوقات، يعني ليج اوف ليجند كل فتره ريد جيمز بينزلوا مودات مختلفه، حاجه زي ايرف كده. ايرف ده بيبقى الكول داونز بتضرب الابيليتيز بسرعه قوي، بدل ما الابيليتي تقعد معاك مثلا 5 ثواني بتبقى ثانيه واحده. هو انا رحت فين بس عايز اشوف النتيجه. بص هو دايما يعني انت بتبقى فوق وبعد كده التيم، بعد كده التيم بتاعك انت دايما بتبقى اول واحد. قتلت 2 بس، ده انت حرام. ما هو انت انت سبورت، حرام. لما بتبقى سبورت انت بتساعدنا احنا نقتل. وقبل ما اقفل الفيديو، قبل ما تروح في اي حته، حابب اقول لكم على العرض الجامد من ايجيبت لابتوب، انك لو اشتريت لينوفو جيمنج لابتوب هتاخد عليه باندل شنطه من لينوفو وماوس وايرلس بمجرد انك تشتري اللابتوب. وهسيب لكم اللينك ان شاء الله في البوست بتاع الفيديو.
يعني نورتنا يا عم نيو فولدر، يعني كان جيم ممتع حبيبي يا وسوف جوست، نكتسح في لعبة ليج اوف ليجندز يعني، وربنا يوفق التيم بالمشاركة. بنورك حبيب قلبي والله انا انبسطت جدا ان انا لعبت معاك اول جيم حبيبي ليك، يا رب يعني الناس اللي بتتفرج كمان يكونوا استفادوا اي حاجه من اللي احنا قلناها، ويكونوا فعلا حسوا بالباشون بتاع ليج اوف ليجند، يعني اتمنى فعلا تجربوها وتستمتعوا بيها زينا. اتمنى الفيديو يكون خفيف عليكم وتكونوا استفدتوا من المعلومات اللي احنا قلناها النهارده في لعبة ليج اوف ليجندز. يعني نورتونا ونشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بيس اوت شباب.